لكن عن قناة السويس وإيه اللي حصل في ال7 سنين وإزاي تعاملت القناة مع التحديات المختلفة. معانا دلوقتي على الهواء سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، برحب بحضرتك معانا يا سيادة الفريق. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا، كل سنه طيبين. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم ودايما بخير ان شاء الله وكل التوفيق باذن الله تعالى. في البدايه سياده الفريق، يعني كلمه الاول كده واحنا قبل ما ندخل بقى في التفاصيل والقناه وايه اللي عملنا فيها، لكن هذا اليوم و7 سنين بيمروا على انشاء قناه السويس الجديده، ايه اللي بيعنيه ده لحضرتك ولكل العاملين في هذا المرفق الهام يا فندم؟ لا يعني كتير طبعا، ان احنا بقى عندنا دلوقتي قناتين مش قناه واحده، بعد كنا قناه واحده بقى عندنا قناتين بيتحملوا مرور وعبور سفن عملاقه ما كانتش بتمر قبل كده. يعني وصلنا ل 240 الف طن، رقم كبير. يعني قصدي ان القناه دلوقتي بتستوعب كل احجام السفن الموجوده في العالم. بقى عندنا اعماق توصل ل 66 قدم. بقى عندنا امان ان احنا عندنا قناتين مش قناه واحده، لو حصل اي حاجه لا قدر الله في اي قناه بنحول للقناه الثانيه. بيعني لنا عيد ونجاح استفتاء كان على سيادة الرئيس مرة أخرى للشعب المصري ينزل في 8 أيام يجمع 64 مليار جنيه عشان يدعم المشروع اللي هو معتبره أنه هو المشروع الأول وقطيرة المشاريع القومية لسيادة الرئيس في 2014، بدأنا فيه وافتتح في 2015. بيعني طبعا نجاح كبير أن احنا كان متحدد له المشروع ده 3 سنوات أنه يتم في سنة واحدة بهذه القوة وهذا التوقيت. وفي أول يوم من افتتاح قناة السويس الجديدة السفن بتمر وبتدفع رسوم عبور، ولا عيد قومي لقناة السويس خلال ال7 سنين دول يا فندم. وطبعا شهد العالم كله ازمات غير مسبوقه، من ازمه كورونا ودلوقتي الازمه الروسيه الاوكرانيه والتوتر الموجود دلوقتي في العالم بشكل عام، وطبعا مساله سلاسل الامداد والتموين وازمات الطاقه والكلام ده كله. ازاي تعاملت قناه السويس مع هذه التحديات، خاصه في ضوء بقى واحنا النهارده بنتابع بقى بيانات وارقام من مجلس الوزراء ومن قناه السويس عن يعني حصيله غير مسبوقه والاعلى في تاريخ القناه، ازاي ده اتحقق؟ الحمد لله، يمكن هو محصله لجهد وعمل عمال قناه السويس بالكامل خلال الفتره السابقه، من ازمه كورونا في 2020 لازمه السفينه الجانحه في 21 لازمه اوكرانيا وروسيا في 22، احنا بنسير بخطى ثابته الحمد لله. عندنا اداره التخطيط والمتابعه بتدرس كويس جدا الخطوط الملاحيه وتاثير الازمات دي عليها نعمل فيها ايه. فالحمد لله عندنا كمان من الحوافز التسويقيه والخدمات الجيده اللي احنا بنقدمها انها تجذب سفن سواء كانت جديده ما كانتش تمر قبل كده او ان استمرار العملاء الموجودين ان هم يصروا على العبور في قناه السويس، لانها طبعا اقصر وامن ممر ملاحي موجود في العالم. فاحنا متابعين الازمات كلها الحمد لله وبنتماشى معاها. يعني احنا في ازمه كورونا مثلا عملنا تخفيضات من 17 ل 75% السفينه الجانحه لما جنحت في ايفر جيفن في شهر مارس، احنا عدينا 422 سفينه بعد ال6 ايام اللي كانت جانحه فيهم، كانوا السفن دي كانت عالقه عديناها في 4 ايام ونص. كل دي انت حاجات بتامني ان لا قناه السويس قادره ان هي تتغلب على الصعاب، قادره ان هي تقدم خدمات جيده للعملاء. طيب الارقام اللي حققتها القناه بالنسبه للايرادات اللي هي الاعلى في تاريخ القناه، ويمكن ده كان برضو كنت بسال عليه يا فندم، لانه احنا محتاجين نفهم اذا كان في بطء في معادلات يعني نمو التجاره العالميه ومع الازمات اللي بنتكلم عليها، فتحنا اسواق جديده، خطوط جديده، يعني كلمنا على التفاصيل واللوجستيات دي يا فندم والتسهيلات اللي تمت. يعني طبعا احنا الحمد لله يمكن السنه اللي فاتت قفلنا السنه الماليه باكبر رقم في عائد قناه السويس 7 مليار دولار. الرقم ده ما كانش يعني احنا كنا السنه اللي قبلها 5 مليار و800 مليون فما كانش يتحقق الا بخدمات بتقدميها للعملاء جيده جدا. بنصر ان ال 11 ساعه اللي احنا وصلنا لهم ان يعبر السفن كلها في 11 ساعه بس بدل 22 ساعه، بنصر ان احنا نظل محافظين عليها وفعلا السفن بتصل في الميعاد بتاعها وتخرج في الميعاد بتاعها. خدمات الكترونيه قدمناها زي التحول الرقمي، واصبح الحجز الالكتروني دلوقتي للسفن ما بقاش بيحجز زي الاول اللي بيجي قبليها بيومين او ثلاثه عشان يخش في قناه السويس، لا ده بيجي قبليها بساعات بيبقى حاجز مقدما على موقع الهيئه وبيجي قبلها بساعات وبيخش في قناه السويس. التحول الرقمي ده كان مهم جدا، كان اطلاقه سياده الرئيس برضه واحنا كنا من اول المنفذين ليه،
وقدمنا بيه حوالي 5 خدمات للعملاء، بتحول الرقم بيخش على طول على موقع الهيئه ويقدر يحجز، يقدر يدفع الدفع المقدم، يقدر يعمل التخفيض لنفسه، يقدر يخش الترسانات بتاعه هيئه قناه السويس بالحجز المباشر. حاجات كتير جدا اتقدمت للعملاء هم بيشعروا بيها. كل يوم بنعمل حاجه، زي مثلا احنا بنعمله دلوقتي تطوير القطاع الجنوبي. يعني احنا القطاع الجنوبي ده احنا ما كناش يعني مش ملزمين ان احنا نعمله ومش هيضر علينا عائد، لكن برضه احنا لقينا ان من حقنا او من حق العملاء علينا ان احنا نقدم لهم خدمات اكثر تميز. فالقطاع الجنوبي ده نظرا لانه فيه انحرافات كتيره وتاثير التيار من الجنوب والريح بيبقى كبير جدا على دفه السفينه وبيأثر عليها وبيخلي الملاحه في الجزء ده يعتبره صعب، فاحنا اللي احنا بنعمله دلوقتي بنعمل توسعه 40 متر بنعمق من 66 قدم ل 72 قدم، هنشعر بتحسن في الجزء ده بنسبه 30% تقريبا، 28% ل 30%، والاباطين هيشعروا بكده. بنعمل كمان ازدواج للبحيرات المره الصغرى 10 كيلو، هيبقى في قناتين هتنضم لقناه السويس الجديده اللي هي 72 كيلو يصبحوا 82 كيلو. فكل دي خدمات ابتدائيه ما بتدريش منها ربح الا بتبغي دايما رضا العميل اللي هو اللي بيجيب مركبه ويجي عندي دون اللي عليه 240 ألف طن سفينة، 24 ألف حاوية، كل ده لازم يجد خدمة جيدة متميزة في قناة السويس. طيب مع ذكر أعمال التطوير والتوسعة وغيرها، بعد السفينة الجانحة وبعد الأزمة دي على طول شفنا الاهتمام والتوجيه الرئاسي بقى بخصوص الكركات الجديدة والكركات العملاقة، وإن احنا دايما نكون جاهزين وحاضرين، وأعمال التوسعة والتعميق كل ده يتم على طول. برضو كلمني في النقطة دي وإزاي ساعدت القناة وزيادة المعدلات العبور كمان والإيرادات زي ما كنا بنتكلم. تمام، خلينا اقول حاجه بس الاول ان فضل. متابعه سياده الرئيس لقناه السويس الدائمه والمستمره وموافقته على كل المشاريع اللي بيقتنع بيها وبنعرضها بشكل جيد ويشعر ان فيها تحسن، سواء بقى كنا بنشتري سفن من الخارج، سواء احنا كنا بنبني عندنا زي القطارات اللي احنا بديناها في ترسانه بورسعيد، الاربع قطارات اللي بنوا قوه شد 70، زي الكركتين اللي جم مهاب ميش وحسين طنطاوي من هولندا وسياده الرئيس صد عليهم ووصلوا دلوقتي وشغالين دلوقتي في القطاع الجنوبي، لان القطاع الجنوبي قطاع صعب صخري صلد، فكانش ينفع معاه غير الكركات الجديده دي اللي بتعمل 1600 متر مكعب في الساعه. فالكركات دي برضو انجزت انجاز كبير جدا وبتساعد ان احنا نخلص المشروع ان شاء الله في التوقيت بتاعه في 24 شهر زي ما سياده الرئيس امر. بدانا في شهر يونيو السنه اللي فاتت، هنخلص ان شاء الله في شهر يونيو السنه الجايه 23، ماشيين بمعدلات غير مسبوقه الحمد لله وبنحقق نجاحات في هذا المشروع ان شاء الله. في 9 كركات دلوقتي شغالين في المشروع، هنخلص ان شاء الله في توقيتاتنا. كل دي حاجات احنا برضو بنعملها وبنقدمها. الاسطول سياده الرئيس ما تاخرش علينا في اي حاجه، دايما يقول عنده ليه كلمه دايما يقولها لي، لازم تمتلك القدره، قدره من الاسطول، قدره من الخدمات اللي انت بتقدمها للتوكيلات، ان قناه السويس دايما تكون امنه، ان قناه السويس تسمح بعبور كل انواع السفن، مفيش سفينه اسمها تعوز تعبر في قناه السويس ونقول لا الامكانيات بتاعتنا ما تسمحش او انها ما ينفعش تمر، كل ده ما بيحصلش. حتى الحاجات الغير تقليديه اللي بتعدي احنا برضو بندرسها كويس جدا وبنصدق على عبورها وبنعبرها بسلام وامان الحمد لله. انما يا سياده الفريق، ارتفاع اسعار النفط وازمه الطاقه ازاي سمعت سلبا او ايجابا في قناه السويس؟ لا، هو احنا بالنسبه لزياده اسعار النفط بتبقى اجابه مع قناه السويس، لان الوفر بيبقى اكتر. يعني لو حد فكر انه يمر من راس الرجاء الصالح هياخد مده اطول وبالتالي هيستهلك وقود اكتر وايام اكتر. فطبعا زياده اسعار النفط بتبقى في صالح دايما قناه السويس، لان هي اقصر طريق زي ما قلنا وامن طريق. انت في 11 ساعه ربطت بين الشرق والغرب، عدى خلاص في 11 ساعه بالبضاعه بتاعته والموضوع انتهى في امان، واحوال جو مائيه كمان بتبقى جيده غير لما يمر براس الرجاء الصالح. فلا، دي طبعا باسعار الوقود بتاثر بالايجاب مع قناه السويس. طيب احنا دايما كنا بنقوله مع حضرتك في كل مداخله تليفونيه وفي كل لقاء يا سياده الفريق، ان المساله مش قصه ممر للعبور، لكن الخدمات المعاونه، ونكون مركز للامداد والتموين ومركز لوجستي ومركز اقليمي في حركه التجاره العالميه. هنا ده يجرني بقى على مشاريع التطوير والمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس وطبيعه التكامل والتنسيق كمان في الشغل ده. طبعا احنا والهيئه الاقتصاديه بننسق تنسيق تامل وكامل يعني، وبنتعاون تعاون كامل، لان الاثنين مرتبطين ببعض. يعني احنا مثلا لما عملنا ممر جديد لشرق بورسعيد، عملنا ممر مخصوص لشرق بورسعيد للسفن، بندي برضه دي حافز للسفن انها تخش على طول بدل ما كان بيخش الاول في الممر الملاحي اللي كان بمرشد، لا بيخش مباشره على شرق بورسعيد.
في تنسيق ان احنا نعمل لهم حوافز للسفن اللي هتخش قبل ما تعبر قناه السويس انها تخش في شرق بورسعيد، سواء كانت هتاخد بضاعه او تنزل بضاعه، ونفس والعكس برضو اللي داخل عندي وهيخش على شرق بورسعيد. ده بالنسبه للتنسيق. بعد كده اللي بيتم بقى دلوقتي في شرق بورسعيد طبعا ملحمه شغاله دلوقتي من المصانع ومن تجميع والمراكز اللي بتتعمل دلوقتي بعد ما خلصت البنيه التحتيه، زي ما امر سياده الرئيس ان لا احنا مش هنشغل المنطقه الاقتصاديه غير لما البنيه التحتيه بتاعتها كلها تخلص. الحمد لله اللوجستيات خلصت، في رصيف دلوقتي اعماقه 17 متر ونص، يعني برضو بتخش فيه الاجيال الجيل الثالث من السفن بيخش في شارع بورسعيد، واصبح في صناعات زي صناعه البطاريات، صناعه الاطارات، صناعه البتروكيماويات، صناعه الادويه، صناعه السيارات كمان، صناعه السيارات يمكن بدات تشتغل دلوقتي. ففي اكتر من مستثمر موجود دلوقتي للعمل في شارع بورسعيد، وده طبعا برضه غير خدمه زي ما حضرتك قلتي في خدمه التزود بالوقود. احنا بالمشاركه مع الهيئه الاقتصاديه ووزاره البترول خلاص اتفقنا مع شركتين للتزود بالوقود، هيبقوا محطتين في الشمال ومحطتين في الجنوب للتزويد بالوقود. خلاص المشروع انتهى واتصدى عليه واتوافق عليه وخلص كل الاجراءات بتاعته الورقيه والقانونيه وكل حاجه، يعني هيشوف النور خلال السنه دي ان شاء الله. طيب وبالنسبه للاستثمارات الاجنبيه اللي داخله برضه في المشاريع حضرتك ذكرتها؟ ما طبعا الاستثمارات، ما هو ده كل ده مستثمر اجنبي. يعني احنا بنقول احنا كل ده بيبقى شراكه او بالتعاون، يعني الهيئه الاقتصاديه طبعا مع مستثمر اجنبي، سواء بيجي يعمل الصناعات دي بياخد الارض وبيأجرها وبيستثمر فيها، وبيبقى فيه شراكه معاه في العائد اللي بيعود عليه من ده اساسي مستثمر اجنبي. يعني شارع بورسعيد كلها اساسا مستثمر اجنبي اللي شغال فيه، زي ما احنا مثلا المنطقه الروسيه، زي ما مرسيدس، شركه مرسيدس، الحاجات دي كلها شغاله في المنطقه الاقتصاديه. لما حضرتك ذكرت الملحمه واعمال التطوير المهمه اللي بتتم في ميناء شرق بورسعيد، احنا مش عندنا ميناء شرق بورسعيد بس، لكن عندنا نظره متكامله على المواني وتطويرها وعلى شبكه الطرق والمحاور المختلفه والبنيه التحتيه، المنظومه دي كلها يا سياده الفريق وتكاملها مع قناه السويس، كلمنا عنها وعن انعكاس بقى على ده على القناه وعلى الشغل فيها. طبعا هو السفن بتحتاج عشان العبور في قناه السويس او العبور في اي ممرات ان يبقى في مواني ممكن تستقبلها، سواء كانت هتستقبل لو سفن مثلا سياحيه، مثلا احنا عايزين نقول ان السنه دي زادت السفن السياحيه بنسبه 80%، سواء سفن عايزه تمون بالوقود هيبقى في تموين بالوقود، سفن عايزه خدمات من المينا تنزل بضاعه وتستقبل بضاعه لازم تبقى موجوده. فده اللي بيحصل برضه في التطوير، سواء في المواني بتاعت هيئه النقل وزاره النقل او في المواني بتاعه الهيئه الاقتصاديه، بيتم فيهم تطوير على اعلى مستوى بحيث يقدروا يستقبلوا ويؤدوا خدمات اللي مطلوبه منهم للسفن دي. طبعا زي ما حضرتك قلتي لا احنا عندنا اكتر من مينا، مش شرق بورسعيد بس، صحيح. يعني كنا بنتكلم على الطور، على السخنه، على غرب بورسعيد، على العريش، كل دي مواني كلها بتخدم منظومه واحده، يعني كان سؤال الهيئه الاقتصاديه وزاره النقل وقناه السويس، عشان في الاخر احنا نقدم خدمه تدر عائد على الاقتصاد القومي المصري. طيب اذا كنا بنتكلم على اعمال التطوير كمرفق قناه السويس ومواني وشغل يعني كتير من الامور اللي اتكلمنا فيها دلوقتي، لكن في التطوير كمان ما بنغفلش ابدا العنصر البشري واهميه طبعا التدريب، خاصه مع الحاجات الجديده والمستحدثه، المرشدين، كل العاملين وكل الطواقم، العنصر البشري ومكانه في اعمال التطوير يا سياده الفريق. حضرتك طبعا بتتكلمي مظبوط، احنا معاناه التطوير في العنصر البشري والتدريب سواء المرشدين او عمال الكراكات او اباطين القطارات، كل ده بيتم سواء في الداخل او في الخارج. يعني احنا عندنا عايزين نقول ان احنا عندنا اكبر محاكاه موجود في الشرق الاوسط، في محاكاه لتدريب المرشدين، في محاكاه لتدريب القاطرات، لتدريب الكراكات، للخرائط الالكترونيه، للتلوث، كل ده موجود في المحاكي ده، اكبر محاكي، وكمان بيجي فيه بيجي لنا فيه اباطيل من المراكب الاجنبيه من الخطوط الملاحيه عشان يدرسوا مرور قناه السويس ازاي، عشان لما يجي بالمركب بتاعته يبقى شاف قناه السويس قبل ما يمر فيها. فده ده بالنسبه للتدريب الداخلي المستمر باستمرار، وطبعا نقل الخبره من المستويات الاعلى للمستويات الاقل في كل ده، علاوه على ان احنا وقعنا اتفاق مع شركه ميرسك ان احنا يبقى فيه تدريب للمرشدين عندهم في الشركه في الدنمارك، للتدريب على القاطرات ودخول السفن. هم كمان بيجوا يعني عملنا شراكه معاهم في عمليه التدريب لرفع مستوى كفاءه سواء المرشدين او برضو البحريين اللي موجودين في الهيئه. التدريب احنا بنهتم بيه،
وما كانش التدريب ما كناش وصلنا للمستويات اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، وحجام السفن الكبيره اللي بتمر دلوقتي في قناه السويس اللي الاباطيل ما شافوهاش قبل كده، لكن بالتدريب المستمر والمحاكاه والشغل ده بيتعرفوا عليها من الخطوط الملاحيه، بيتعرفوا عليها من المحاكاه، وبيقدروا هم يشتغلوا مع مركب يطالعها لاول مره بحجم كبير يعرف يشتغل معاها. طيب اخيرا بقى سياده الفريق، الخطط المستقبليه رؤيتكم ايه للقناه؟ زي ما فهمت من حضرتك وزي ما توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بتتكلم على امتلاك القدره ودايما يكون في تجديد وتحديث وتطوير، ايه اللي جاي ان شاء الله؟ والله اللي جاي برضه احنا يعني الاسطول، احنا الاسطول البحري يعني، كان من تصديق سياده الرئيس على الخطه الاستراتيجيه لهيئه قناه السويس ان تطوير المجرى الملاحي وتطوير الاسطول البحري. من تطوير الاسطول البحري ان احنا دلوقتي متعاقدين على قطارات جديده برضه، علشان عدد السفن بدا يزيد، اصبحت القطارات الموجوده عندنا يا دوب بتكفي دلوقتي، فبنحتاج ان انا مستقبليا يعني اللي جاي ده جاي عشان لو السفن زادت عن كده. احنا النهارده الحمد لله معدي 89 سفينه ب 5 مليار و2 من و200 مليون طن بضاعه، فقصدي عدد السفن في زياده. دلوقتي احنا المتوسط بتاعنا 62 ل 64 سفينه بعد ما كان 48 سفينه، فقصدي بقينا محتاجين قطارات، محتاجين مرشدين متدربين على اعلى درجه. فاحنا اللي شغالين فيه دلوقتي هو تطوير الاسطول لدرجه كبيره جدا، بحيث يبقى عندنا اكتر من وحده، علاوه على ان احنا برضو شغالين ان احنا نجيب قطارات بتتكلم 150 طن ل 230 طن، عشان لا قدر الله لو في حادثه زي ايفر جيفن تبقى معانا برضو قطارات ذات قوه شده كبيره. فكل ده اللي هو امتلاك القدره اللي سياده الرئيس بيقول عليه، ان احنا دايما نطور، يبقى دايما عندنا وحدات جديده، ودايما عندنا الاسطول بتاعنا احدث اسطول موجود، سواء كان من لانشات الارشاد او الكراكات او القطارات. طيب وهل في تسهيلات برضو وحوافز جديده بالنسبه للسفن والشركات الملاحه؟ والله احنا بنفكر ان حوافز، اولا دلوقتي احنا طبعا حضرتك عارفه ان احنا في كوب 27 ان شاء الله في نوفمبر، واحنا كقناه السويس هنعلن ان شاء الله ان قناه السويس قناه خضراء او كلين كانال ب 2030، فاحنا هنعمل حوافز كمان للسفن اللي هتتحول. ازاي الاول؟ ازاي الاول قناه خضراء ازاي؟ الغاز القناه الخضراء بالخدمات اللي احنا موجودين فيها. يعني دلوقتي اقول لك انا حضرتك حاجه، 16 محطه اللي احنا كنا عليها، في 16 محطه بطول القناه، 16 محطه دول حولناهم من التيار العادي الى استخدام الرياح والشمس، فدلوقتي بياخدوا التيار بتاعهم تيار نظيف. عربيات المرشدين كلها اللي بتمر على قناه السويس والتلوث بتاع البنزين اللي موجود فيها والوقود بتاعها بيأثر على المجرى الملاحي كتلوث، لا احنا حولناها كلها دلوقتي للغاز. بنتعاقب برضه او بنكمل برضه في الشراكه مع ميرسك ومع اكتر من شركه تانية اخرى، ان احنا نحول الوحدات البحريه بتاعتنا اللي في الاسطول او اللي ننتجه جديد يكون بيستخدم الغاز الطبيعي، ما يستخدمش الوقود الاحفوري. كل ده احنا بدانا فعلا نعمل الكلام ده، حوافز للسفن اللي هتمر ويكون فعلا بتستخدم الغاز الطبيعي او الهيدروجين. كل ده احنا بنجهز القناه فعلا انها تبقى قناه خضراء. وبالتالي معلش بقى نرجع لكلام بدايه كلام حضرتك، هيكون في حوافز بالنسبه لخطوط الملاحه او السفن اللي هتبقى برضو معانا في نفس السياق الحفاظ على البيئه. تمام، دي طبعا احنا بندرسها ان شاء الله برضو نطلقها في المؤتمر في شرم الشيخ ان شاء الله، حوافز قد ايه النسب بتاعتها وحساباتها قد ايه. تمام، مع برضو النظر للسفن اللي بتمر، هنحط توقيت معين برضو من غير بقى ما يكون متحولت للغاز، اللي هيبقى ليها عليها فرض رسوم تستخدم في تحسين البيئة. طيب على ذكر قمة المناخ يا سيادة الفريق، ايه بقى سعادات القناة للقمة؟ ايه اللي ممكن تقدموه او هتشاركوا فيه في قمة المناخ ان شاء الله؟ احنا هنقدم الخدمات دي اللي احنا قلنا عليها، التشجيع للسفن اللي تحول للوقود النظيف طبعا. بنقول احنا كقدوه احنا عملنا ايه، خلصنا ايه في مشروع القناه دلوقتي للتحول للطاقه النظيفه او للجرين كانال. على فكره احنا بنقول ان احنا السنه اللي فاتت مثلا معدي 22000 سفينه، دي يعني لازم تكون جرين كانال من غير حاجه، يعني نخلي العدد ده كله امور، يعني ما كانش في ثقه في القناه، لكن احنا برضه احنا دايما يعني 22000 سفينه، ده الرقم ده على فكره رقم كبير جدا، يعني اخر مره السنه اللي قبليها 19000، يعني بتكلمي 3000 سفينه زياده عدوا في سنه واحده. عاملين 7 مليار دولار، السنه اللي قبليها كان 5 مليار 800 مليون. لا احنا طب انا خليني استشعر يعني بستشعر من كلام حضرتك برضو في ثقه وطمانينه وارتياح الحمد لله بخصوص القناه وايراداتها والشغل اللي عاملاه، فده يخليني اسال حضرتك، طب بتتابع ازاي بقى من وقت للتاني الكلام بقى عن البدائل وعن الجدوى بتاعه القناه وعن خطوط جديده، ازاي بتشوفوا بتقيموا الكلام ده؟
لا بنتابعه طبعا، يعني احنا يعني ما بنستخفش باي تصريح يصدر عن ان في قناه هتبقى قناه جديده او شقه قناه جديده تكون منافسه لقناه السويس او حتى من غير ما يكون منافسه لقناه السويس، اللي بندرسها زي ما قلت لحضرتك اداره التخطيط عندنا بندرسها وبنشوف ممكن فعلا تاخد مني ايه، وبالتالي انا ببقى جاهز. لكن انا عايز اقول حاجه بقى، يعني احنا يعني برضه في كذا حاجه اتعملت لغت كل الطرق البديله دي. اولا اول حاجه قناه السويس الجديده فدي لغت طرق بديله بعد اللي حصل في ايفر جيفن، حاسس ايفر جيفن والناس اكتشفت ان اهميه قناه السويس، بعد ما كانوا بيقولوا بقى طرق بديله الناس فضلت منتظره واقفه على اصابعها اطراف اصابعها منتظرين قناه ست ايام لما تتفتح، كان في 422 سفينه موجودين، لو في طريق بديل كان مش السفن دي مشت، ما كانتش مستنيه معانا ومش عارفين امتى هتتفتح قناه السويس. في خطوط كتير لغت الرحلات بتاعتها من المينا قبل ما تطلع لغايه لما تتفتح قناه السويس. الخدمات اللي القدره بقى بتاعتنا احنا بقى اللي احنا بنقول عليها ان في ست ايام ننقذ سفينه بالحجم ده وبالمشاكل والصعاب اللي كانت موجوده في السفينه دي وخطورتها، ونطلع السفينه كمان سليمه، الطاقم سليم ما حدش فيه اصيب، السفينه نفسها سليمه والحاويات اللي عليها البضاعه كلها سليمه، دي قدره بتوفيق من ربنا طبعا ان احنا قدرنا نعمل الكلام ده. برضه ده ثقه اكبر في قناه السويس، الناس عرفت ان مفيش بديل لقناه السويس، لكن ده ما بيمنعناش ان احنا دايما ندرس الطرق اللي بتتقال عليها وبنشوف احنا ممكن نتاثر ازاي وممكن نعمل ايه، يعني برضه احنا عندنا ردود. طب انا برضه لازم اسيب الناس، يعني مش هقدر احجر على ان حد عايز يعمل حاجه لبلده يعني بتاع، بس انا هعمل ايه؟ طب انا برضه لازم كليه المقابل ان انا اعمل وافكر ازاي اقدر يبقى عندي دايما مزايا تنافسيه المخاطر اللي ممكن تتعرض لها قناه السويس، عندي بدائل. تمام كده يا فندم، تمام. طيب اخيرا برضه يا سياده الفريق، معلش، لما واحنا بنحتفل النهارده بالذكرى السابعه لقناه السويس الجديده، ودي كانت ملحمه كمان ان الشعب المصري يعني كان موجود ومتابع وبيساند ودفع وحاسس ان ده مشروع قومي يخصه، فلو كلمه حضرتك للمواطن المصري وللعاملين كمان في قناه السويس بالمناسبه دي تقول لهم ايه يا فندم؟ والله انا اقول لهم كل سنه طيبين الاول، وبقول للمواطن المصري احنا بنشكره على الدعم اللي بيقدمه لقناه السويس، سواء ما كان قدم الدعم المادي في حفر قناه السويس الجديده او الدعم المعنوي في حادثه ايفر جيفن، والناس كلها كانت ورانا واحنا بندعي لكم وبنصلي عشانكم وسهرين معانا بيشوفوا المركب ايه اللي حصل فيها، فاحنا بنشكرهم وبنطمنهم برضو ان احنا ان الرجال الموجوده اللي في هيئه قناه السويس من العمال والموظفين موجودين لخدمه هذا الممر الملاحي علشان يحافظوا عليه، ونحافظ على تعليمات سيادة الرئيس لما قال ان سمعة مصر في رقابة اولاد هيئة قناة السويس، فاحنا بنحافظ على الكلمة دي كويس جدا وعارفين قدرها وقيمتها. بالنسبة للعمال عندي طبعا انا بشكرهم وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وبشكرهم على المجهود اللي عملوه خلال الفترة السابقة، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نستمر بهذا المنوال ونستمر ان احنا دايما في زيادة في الإيرادات وزيادة في معدل عبور السفن. ان شاء الله الدهوة وقدود دايما يا رب. كل الشكر والتحيه لحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. سياده الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس، شرفتنا ونورتنا في الحياه اليوم يا فندم، بشكر حضرتك.